ساحرة مستديرة أو معشوقة الجماهير تجمع بين الإرادة والرياضة والصغير قبل الكبير، تجعلك تتابعها بشغف دون أن تشعر وتدخل في جو الحماس وكأنها نبض من نبضاتك. إذن هي كرة القدم، حيث عرفت انتشارا واسعا حول العالم ولها جمهورها المتعطش لها، حيث أنها أدرجت كأكثر رياضة منتشرة في العالم، حيث أنها تجمع بين فريقين وتجري المباراة بكل روح رياضية، بدليل حتى أن النساء أصبحن يمارسنها بدون قيود. إذن تعتبر نوعا من المتنفس قبل المنافسة لديهم. شعارهم في الملاعب: أنت منافسي ولست عدوي.